كل سنه كنحتفلوا براس السنه الامازيغيه، وحاولنا ان هذا العام يكون يعني الفكره مختلفه شويه وبطريقه عصريه، ما يعني مع الاصدقاء ديالي اتفقنا اننا ندير واحد بلان مختلف وفكره زوينه صراحه. قلت مع راسي علاش ما نحاولوا اننا نديروا شي حاجه مختلفه على السنوات اللي داس من قبل بمناسبه راس السنه الامازيغي. اتفقنا انا وبعض الاصدقاء على اننا نحطوا الفكره ونحاولوا اننا نشونجوها بطريقة عصرية وبطريقة مميزة اللي كتخلي الناس الاخرين كيحتفلوا بها اولا يعني كيباركوا لك يعني كيباركوا لك بالسنة الامازيغية غير باللبس ديالك، عارفين اشنو كاين. وصراحة كان واحد تجربة جد رائعة، كان التفاعل عند الناس، وكذلك يعني بالتحديد يعني كنشكر الاصدقاء ديالي اللي ناقش معهم فكرة وكنعتبرهم صراحة سند اللي وقفوا معايا وحيدوا من وقتهم وعطاو لي باش انا يساندوك على واحد الفكره اللي كانوا بعض الاشخاص كيعتبروها انها فكره جد فاشله. كانت الفكره على أننا واحد الصديقه اننا نمشيو خدينا ان اللباس الامازيغي، يعني طبيعه الحال كريناه وجبنا موتور، كانت واحد التجربه صراحه زوينه. ويعني علاش خدينا موتور بالضبط؟ باش نبينوا لدوك الاشخاص اللي فين ما كيسمع المراه الامازيغيه كيعتبرها المراه الامازيغيه قراويه، يعني هذوك اللي كيكونوا في الجبال. لا، المراه الامازيغيه راه وصلت بزاف ديال الحوايج، المراه الامازيغيه راه ما تبارك الله راه كاينين بزاف ديال النساء فين واصلين. يعني بما ان درنا واحد يعني باش نوصل لكم واحد الفكره ديال راه كلشي ممكن، المراه راه وصلت بزاف ديال الحوايج، المراه راه تقدر انها توصل بزاف ديال الحوايج وخاصه هنا في فيما يتعلق باكادير. لذلك خدينا موتور وحاولنا اننا يعني نضرب في واحد بعض المناطق في اكادير ونشوفوا الناس يعني ردت الفعل ديالهم، ردت الفعل ديالهم رغم ان ذلك كانت زوينه. على العكس كنا توقعنا ان شي واحد غيق معاك، شي واحد غيضحك عليك، شي واحد بزاف ديال الاشياء، ولكن صراحه كانت تجربه جد رائعه. وتفاعلوا معك الناس، كاين اللي تصور معاك، كاين اللي خدا يعني المواقع ديالك في السوشيال ميديا، وهذا الشيء راه كان صراحه زوين. وفي نفس الوقت كاينين بعض الاشخاص اللي طبيعه الحال اللي كيتفلاو، اللي كيقول لك راه الامر اللي كديروه جد تافه، كاين اللي كضحك، ولكن اغلبيه كانت طاقه ايجابيه، اغلبيه كانت طاقه ايجابيه عند الناس، وهذا الامر جد اللي كيفرحنا اننا ندفعوا لقدام ك يعني كمراه امازيغيه او نساء امازيغ، دفعنا لقدام اللي كتشجعنا باش اننا نوصلوا اكثر. مع الاسف فهاد كورونا ما خلاتناش نحتفلوا بطريقه جماعيه اولا نديروا مهرجانات اولا حفلات بمناسبه راس السنه الامازيغي. لذلك حاولنا اننا نبسطوا الامر ونديروه يعني على شكل ثنائي انا والرفيقه ديالي، وكانت على هذه الطريقه اننا نحتفلوا مع الناس خارج يعني في الشوارع ديال اكادير. وهذا الشيء اللي يعني اللي غيبان لكم في هذه اللقطات اللي كتشوفوا حاليا. كما كتشوفوا معايا هذا هو اللباس الامازيغي، او صراحه واحد اللباس مريح، ورغم انه كيتلبس فقط في المناسبات، وما كرهناش انه يتلبس ديما، ونشوفوا علاش لا ونشوفوا في السنه المقبله ان شاء الله في يعني في راس السنه الامازيغي نشوفوا كاع النساء خارجين بهذا اللباس، ويدار شي يعني شي حفل كبير فيما يتعلق بهذا. فصراحه يعني كيستحق تجربه جديده على حسب الناس اللي ما عمرهم ما لبسوه، وما كانش كاع البنات صراحه انه يكونوا عندهم هذا اللباس في الدار، لانه يعني شي حاجه زوينه. يعني كما شفتوا في الفيديو كيعطونا عطانا واحد اللمعه كما كيقولوا، يعني صراحه داك الشيء يا سلام. ككلمه اخيره راه دونا غسكوسه مباركي ادفلوني سكسم ربي بالصحه لهنا ديوفوركي، وكل عام تكون بالصحه الخير كني ولا ما داروني عزان. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.